واحد مرد عليهم اي كي دري او كي 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 مهري ليش كانسل؟ يا ليش كانسل؟ واللحد مرأة شان كمدنائيين حاسس كي قواريتا ديغان اكل دوان يالا يساقك لكياني وحان لغوصو بدا حرية عاصمة دو مقدشو او لو اركي حارون رحي او كالوريق ايوغونا قباد كيليا محمد هلولي عبدو كولو وجيد كونو يهين لغارسيونا في العارياشو كلو مالساتا لول كهوت كاي غوبر كقل قدود ايدا هل كانو محكمة درجة دو كواد عيدما دا خلو كسيدا لغو هور كينا يو فردقان كجيدية حرالية قاشان لأحمد عبدالله دمان ايدي سنياشان اسباب تلوسو قبطي وحاواي وحي كجران كيس ارقح السينما ايدي سنياشان لحدا هو حالة سو قبطة ايغو غاري او سارن غاري عيلبور او سعودو سارن على سو قبطي مر على مركي لاما امنيق اي ورستان حدلو قلدان اي ودشاقين نيوال بوحو كبان شاقي حقتا سحدا ee waxa uu socdo waxa uu yahay ayuu ka been sheegay sida hadda maxkamadda ay qarkood ka leeyihiin waxa uu socnay gaalkacay gaariga ceelbuur uu rarnaa gaalkacay uma rarneen ceelbuur gaalkacay cid u socota ma jirto kulligood waxa uu socdeen ceelbuur lixdaani shan kamida waxa qabo xubno ka tirsan argixisada al shabaab oo ceelbuur ku dhumaaleysanaya qabo iisho walaalkeed rashiid oo argixisada ka tirsan ayuu u socotay halka eedeysan maxamed hiloole uu yahay shakhsi gabaad siiyo gurigiisa dajiya xubnaha argixisada ka tirsan ee al shabaab uu qariya kadibna wuxuu u saaraa gaari si uu ugu diro ceelbuur iyo meelaha ay ku dhumaaleysanayaan maryan maxamed samow ayaa ka soo socda shee degmada qoryoole ee gobolka shabeelaha hoose iyadoo ku sii jeeday ninkeeda eedeysan cabdi cali maxamed oo ka mid ah koox ku dhumaaleysata degmada ceelbuur سفر اي كسو بلادي تيغلو فاضومة حسن محمد إساق ايا وجيد كسو هايني غارتو نينكي دو لغومة عابو عدسان محمد أبشر علي افغرشدي سنو اي تهي جمال مكين قورنو او قد سن جبادها دور كدق مدع البور كجرتا فاضومة ايا ايانا لغو سوحري عدسان دحاوة آذن علي او قريولي كتمد سيا يوسي كحسو ما دام نينكي دار ارغب إساق غوري او اوغو يري منشيها عالبور وحان لامي ده مولكي محمد عثمان فاضومة محمد آذن إيه إيش عثمان إبراهيم جودو؟ أنا شباب مني لا قسم كيا شباب. هيت كان تش شو قرنا اسمه ستين محاولة شيء انتو جوا. واحد مو دلم. هيت. حد من البور جوا. أها. أنت كتير بلادك. شبيلا هوس قارهان قريولي. أها. س ياكو ياكو هجا يعني س أنت قريولي وصل بحد أتجلس على البور. أنت اللي جالس كده. بس. س س وصل بحد تروح كده وصل بحد. حتى على الدنيا بصوبة اه على ليه ما هذا بوست جيد اي ياكو هكا مكي اه مع مسك سو 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 معك ما تلفون قاعد لسان معك وصل معي تلفون أنا قاعد لين اه ها ما يقع ما يقع الرولس واحد مو دالين بيل معك سجد بيلا اه بيش يا فرتم هاي تكي ما توسعت يا وسعت بورا كم كمان يا بورا كم هاي الدوية وجوه قال كان يسوم جوه كان كان يوم تيجوه ممكن يسوم من تشاهد هذا لا نشاهد نكاية نكاية بورا جوه بورا جوه هاي توسعت آه كان كان يسوم كان كان يوم تيجوه نشاهد استنى انت بقيت يا بس تيغلو يا تيغلو تيغلو بلد كوم ستول تولوين تول هاي كدي انت جدي اوسو يا اوسو اوسوين اوسوين اي كي رول سايك كيجو يا نن كيجو اه ارتغا كي رول اه اوسمي معناها شباب كترسنيا اه يا ها ام اي كي دار يا ارتقا انا شو كان سو انا غير سو هذا معناها والدك كي دار ولالك كي دار او كا كي دار كي دار او كي منو او كا دمدي ها والله ما شدي يوسف اي يا ولا قلي ها قرر ترى تقدر انت او جارك ناس وسا كي دار ها اي كي دار او كي 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 مهري ليش كان سو يا ليش كان سو انت كويت هذا سيدابا بيرو يا بيرو ايه حافظه يزيدك اه يزيدك كويتي
halkay adeesanay maxamed hiloole oo duurkiisu ahaa gabaasiinta xubnaha ka dhisan argagixisada iyo kala gudbintooda 24kii bishii 9/2024 ayaana dhamaantood laga qabtay degmada warta nabada gaar ahaan busteejada Sinaay ku xigeenka xiraliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaan axmed abdullahi ayaa garsoorka ka codsaday in adeesanayaashan qaar dhaqan celin loo sameeyo halka inta kalena lagu qaado qodobadii sharciga ay ku soo eedeeyeen afarta adeesane faadumo iyo xaawo iyo mulki iyo maryan waxaa qabo xubno ka tirsan argagixisada al-shabaab waxay ka imaadeen degmooyinka Tiyeglo Buurhakka Baydhabo iyo Qoryooley waxay u safrayeen Galgaduud gaar ahaan Ceelbuur baadiyeeda ayagoo og inay u socdaan niman ka tirsan argagixisada al-shabaab ayaa laamaha amniga qabteen waa la wareystay waxay ka been sheegeen xogooda saxda ah halka ay u socdaan gaariga oo la og yahay ayay waxay sheegteen meel kale oo ay u socon ayay sheegteen xubno ka tirsan argagixisada oo ay xiriir telefoon la sameeyeen oo la og yahay ayaa hadana ka been sheegeen in al-shabaab aysan u socon ay ka dhigeen balse markii la qabtay baaris dheer lagu sameeyay kadib waxaa la ogaaday xogti saxda ahayd ayagana markii maxkamadda darajada koowaad aan hor keenay fadhiga koowaad qiraal ayay ka hor sameeyeen mid walba inay u socoto al-shabaab ninkeeda uu yahay sidaas awgeed janiska hadda maxkamadda horteeda ay siiyeen xataa qaarkood been ayay ka sheegeen oo gaalkacyo inay u socdeen ay sheegeen iyadoo la ogyahay boosteejada gaalkacyo inaan laga soo qaban oo Galgaduud ay u socotay gaar ahaan baabuur u socota Ceelbuur ay ahaayeen saa darteed madan guddoomiye maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa in eedeysanayaasha shanta ah marka laga reebo qayb ka mid ah oo aan qaangaar ahayn sida Faadumo Maxamed Aadan oo 16 jir ah Maryan Maxamed Samow oo ayadana 17 jir ah saddexda kale ee afarta kale waa qaangaar Faadumo Xasan oo 22 jir ah Iisho Cismaan 22 jir Xaawo Aadan 21 jir Mulki Maxamed 18 jir dadama ay ka been sheegeen xogooda saxda ah koox ka tirsan argagixisada al-shabaabna ay u safrayeen oo ay qariyeen xubnahaas waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa inay ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeenay sidoo kale maxamed hiloole abdi oo 18 jir ah bacdama uu gabaad siiyay xubno ka tirsan argagixisada al-shabaab markii laamaha amniga ay qabteen uu ka been sheegay xogta rasmiga ah waxaan maxkamadda ka codsanayaa inay ku xukunto qodobkii aan ku soo eedeenay halka Maryan Maxamed Samow oo 17 jir ah iyo Faadumo Maxamed Aadan oo 16 jir ah ay yihiin da'da sharci heerka uu qabo bacdama 18 sano heerka uu qabo waxaan maxkamadda ka codsanayaa in ay u sameeyso dhaqan celin laftirkooda aan lagu sii deynin bacdama ay naftooda xataa haligaayaan ay aadayaan Ceelbuur oo dowladda Soomaaliya iyo argagixisada al-shabaab halkaasii uu dagaal uga socdo inay waxyeelo ka soo gaarto laga yaabo waxaan maxkamadda ka codsanayaa in ay labadaas eedeysana bacdama aysan qaangaar ahayn waalidkoodna ay ku dareen nimanka argagixisada ka tirsan ee qabo waxaan ku codsanayaa in dhaqan celin u sameeyso inta kalena ay ciqaabta ay leeyihiin maxkamadda ay ku xukunto maxkamadda sharafta leh oo mahadsan tahay qareennada eedeysanayaasha difaacayay ayaa iyana dalbaday in xurriyadooda dib loo siiyo eedeysanayaasha maadaama aysan ahayn dad ikhtiyaar leh mudane guddoomiye waxaad ogtihiin meelaha shabaabka ay joogaan dadka degan waa dad mujbiriin ah wax khiyaar ay leeyihiin haba yaraatee ma jirto gabadhooda haddii la rabo waxaa la leeyahay gabadhaasaan rabnaa ikhtiyaar waxay ku diidi karaan haba yaraatee male maxaa yeele meeshaas ayaga gacanta ku haayo qof allaal qofti aan shaqaanay rabaadaan waxay dhahayaan qoftaasi qoftaasaan rabnaa hooyadeed ilaa maanta way xanuunsan tahay waxay ii sheegtay gabadhida maalintii laga soo waday si u xanuunsatay ilaa maanta inay xanuunsan tahay wax ikhtiyaar ah iyo wax mukhtaar ay ku aheydan aysan jirin ay dooratan aysan ahayn oo la dhahay gabadhaas soo dir amar waay markay diidina laba mar waxaa laga wacay meelaha dadka ay ku xiraan waxay tiray aniga oo arkaya laga gacmaroojiyey gabadhaydan hortiyaa lagu watay maxaa yeele gabar yar oo qaangaar ahayn oo wax oo la jiro oo aabaheedna uusan la jirin walaalkeedna uusan la jirin
أو واحد محل ده وهل أهل الجرء سنجلن أو ولا جدًا أنت جن مال مجالة حتى بيدا ولا جدًا مأمن مال بادية جو جرتي اختيار جو راس إكسار بحده باور إكسار راعده أو مجالة مقدس أتم هذا أو مجالة مقدس جن باور كإكسير هذا البور إكتبته اختيار كاس مجرى ودنا قدومي والله قصبي سقصب أه يعوي جقلين أه أيالو واحد دم به هاي قصير هاي راعته مجرت إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسبح كله ولا تزر وزرة وزرة أخرى نين كذا دو شوابي هاي أسيق دم بقلي أسيق هلا ساقبته أسيق هلا محكمة ده لكن نين كذا شوابه مال معناها أو لو عقاب كرا مجرت النف دم بق أي جزته أيده بس لو عقاب كرا أيده كلا إلهي وحكله كل نفس بما كسبت الرهينة نفكس وحيدة كسبته أي وحيدة أي جزته أي لقبنا إلا يهد مجرته فاضمه وح اختياره هوا يراته إكسو بحده مجرته آنان كأهين مركي هارن حيوغا لغو قرسده مركا دمنا أمرا لسيو حالناه وإنا صدرته إلا هدن هويدا وحنوسنته حتى وارها ذكرتين ودنا قد دومي حاوة آذان علي آيادان قريولي أو قرآن لكن قريولي ما أقبل كباي واي هويدا أيا لحريري أيضان وحيي شاكتي إن لقصبي أو مركا هارن أو قرسنا أين أو أها شواب marka dambena oo ku qasbiga badhaas in la soo diro si amarna loo soo diro aydan aabeed la hadlay aadan cali aabeed hal dhaha aadan cali ibraahim hal dhaha waa la hadlay asigana waa la qasbay mudan gudoomiy qodobka 27 waxa ku cad wuxuu ka hadlaa qasbid dadkan oo shabaabta naagahooda ah ay halkan taagan ee wax ka horteedan ka qirtay inay yihiin naaga shabaab ma aha dad ikhtiyaar leh ma aha waxayna ku cadahay qodobka 27 wax ikhtiyaar ay leeyihiin haba yaraatay ma jirto wax dambo had ay galeen oo hadda la soo cadeeyeen haba yaraatay ma jirto wadana gudoomiye mulki mulki maxamed usmaan rooble oo 28 jir ah ku dhalatay qoryoole ayadana waxay u socotay eelbuur say sheegtay waxay degan yihiin qoryoole qoryoolana magaalada waxa jooga dawladda magaalada banaankeedana waxa jooga ragii ayaa jooga aydan aabeed waxa uu ii sheegay in la dhahay gabadhaas amar waayo soo dir in la dhahay oo sidaas waasan uu ku soo diray aydana aysan ahayn wax dambi ah ay gashay haba yaraatay aysan jirin manajero wax qiraal ah ay tiri waxaasi waxaas uu qabay jir toobar wax toobar ay soo gashay male hadii loo qabsihiin in kaada shabaab intaas u bis wax kala ma jiro dana gudoomiye saddex qofood waa dadka shabaab ka sheegtay waxa ugu horeeyay faadumo waxa ku xiga xaabo waxa ku xiga mulki saddexdaas waxay maxkamada horteed ay ka cadaayeen inay nimankooda ay yihiin al shabaab ayn u socdeen qaarna oosweyn ay u socdeen ta ugu horeeyso oo kale oo faadumo xasan maxamed oosweyn ay u socotay xaabana waxay u socotay eelbuur mulkina waxay u socotay eelbuur ma jir waxaanan ahayn البورة وسعتين ما هن واحد كله دم بقى قال ما درت فالدمبيد نما قالن قذبة الوسوء إذا نما قذبة قاعدة كرم حياة الطابر نما قالن شباب نكمل من نقول ولقون ومشقين واحد كله قاعدة كرم وحواي إن أنا مكان شباب أيهين شباب تنا دتك كل حنول ودت حولها أو كلاه تيرون ولا جورسنا تيروا حالها إماو ودت مجبورين هو قصبنا وإحنا ولا قسم السنة يا واي أنت كله إيشو يا فاضمو يا محمد هلول سدح لاسنا وسدح قفاد ومواطنين اه قارن بيدوا يكيمدين مغالده بيدوان وا اغنهي دوله كجيرتو يركان ليرا هلول مغالده مقدسه ودغن هي وليسن شباب كما مد نقونن اا غبدا كلا كو خقتن ولالكيده غالكا اي جرو ايغنا واخ دنباي ليه مال غالكا اي لادان دنب ما محكمه وخا ربا كواس ان حريدو ديب اي وعلسو اينا قادتو قودو كلاواتن يو لبااد 200 لبااد xurriyadoodan hadda ay siiso saddexda kala sheegtay in aan nimanka shabaab ay yihiin xaqan uma naqan karaan intana ma aado karaan maxkamaddu inay go'aan ka gaarto meelaha lagu xanaaneeyo naftoodna ay u nabad gelayso oo ayagana ay ku nabad gelin karaan meeshaas in lagu waxna in la baro maxkamaddu ma hasan tahay wadan gudoomiye garsooriyaal maxkamadda sharafta leh wakiiladeeda Maryam Maxamed Samo waa gabar da'yar waxaana lagu tiriya wa arur ubad sida u jideenayo farqada sideedad qodobka 29aad ee dastuurka ku meelgaarka
جمهورية فدرال كسوماليا إيو أرقتدا أبي حنيفة إيه دادا قانقار كسيدد إيه تمنسانو حكمتنا وحانكا عسنا سوا فاقسن قدك بغلا باعتاني لبا حارك حابي غاب سوماليات إن يكويزو إيه بري كاريكتو إسلاماركاس إن يكويليسو سوا فاقسن قدك بتدواتني لح حارك حابي غاب سوماليات محكمتنا وما سنتهي قاشان لساري حسن علي نور شوتي قدوميا محكمة درجة كوادي عيدمة قلب كسيدا أيانا وقودن بين فرقان سوحري عاجفتاح خيار ورباهين تقرنكا مغدشو